معز انا جبت لك السلع. وين نحط؟ شنو توا؟ ها يا ودي شنو توا؟ ما لقيت تقف كان قدامي؟ ماني جبت لك رازن نتاع اللي فيه بقوات السكر تواب للكافيتيريا. للكافيتيريا؟ وانا باش طلع لي سكر نرطب في الدم. اقعد وسيدي فيها وحتى مش لازم نفرش في الاخبار. انا ان بلده لا تعتزم ارسال مبعوث خاص الى المنطقه. شبيه منرفز عرف يا اخي رسر ومازالو جمعتين ولا فاز هذاك اخويا الاخبار اللي يمت له جت له اعصابه. عارف انت ملي لقى شان جديده نتاع اخبار وهو ضربه ضربتين جاي يتفرج. ما في بليش اللي عارف مغروم بالاخبار. مغروب بها اكثر من الكوره، من كثر ما يتفرج في الاخبار يسمي لك جنود الاحتلال واحد واحد. تعرف المره الاخرى شاف جندي امريكاني في العراق عقله وقال لي ريتو هذاك ستة شهور التالي كان يحارب افغانستان. هي يا اخي اش قال لها في الاخر؟ قال لها باش ياخو بنت عمه. شو ساق؟ اي انساني هي وصلته للجامعه بدايتها تهريه بالسويبن باش حضرت جنابه ويشتري كتب وكراريس. ريت ما هو والغلبه بنت عمه تعرفها ودارت به بالعاني. مين تحكيوا على المسلسل؟ اي وعلى خاطر شخو بثار متعبوه على خاطر عمه فكروا رزقه ودروا على الارض نتاعو. يا عمتي حرام عليه يخلي بنت الناس هكاكا نسي اللي عملته معاها. كيما قولوا اكلها لحم ودركها عظام. هذيك علاش انا ما نحبش نعرف. انت بهجوج مال اللغتي يحب لنا باش نوصلوا للعظم. تحب نحكي لكم كيفاش وفى المسلسل موكاري دار هيل؟ ليه يا وخيتي ليه يمساط عليه؟ على خاطر تفرجت فيه رمضان اللي فات البرابو الأميلة. وانت وخيتي عليه تحب تعاود تتفرج فيه؟ رامي قنديل، رامي قنديل كان ممثل يهبل يا وخيتي يهبل قداش يمثل رجولي. الحق الحق انا عجبني صرت في مسلسل خفيف في شبالين. أي. خاصة وقت اللي مثل دوري باشا. عاد اختي ما هو الدم يجبد يا لزة. ذكرني باشا في سيدي سكندار. برد وحرة هو وياه. كاري دار هينم راجع الباقي نتاع المدام. سلامة مدام. سلامة عايشة. مو بنت عمو باش تموت ويرث للنمى واللي فما ويرجع ياخذ طفلة اللي يحبها وتحبه هميلة. يا شفت شفت الشميتية؟ اي كما بردت على ديها لما حكيت لنا كيفاش شوف المسلسل. حتى انت يا بهجوج مال اللختي تي ظاهره النهايه من الاول تعيط يامي يا بابا اللي هو باش يعرس بها. يا اخي توا ما فهمت المسلسلات. الواه الشميتة بلبزت لي الفرجه نتاعي توا. اهلا بخويا عزيز. تفضل نقعد نقعد نقعد. اي تشري يا الصباط قاعد تسمع في اذاعه كردستان. هذي تخشخيش ستين شنو ما نوبي. ها مش لازم سيدي يا اخي ما في بالكش باش قال لك البشمرقه حبوا يتحالفوا مع البشتون ضد الاوزباك. يا اخي التتار والمغول تفاهموا مع الهندوس باش يلعبوا ورقه الاكراد. ومين ليك انت هذا الكل سمعته في الراديو؟ لا لا ماني بتسهر البارح مع برنامج الراي والراي العادل. جابوا واحد دماغ 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 وش اقول لك أستاذ كبير ياسر خبير في السياسة وبدأ يحلل 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 من كثر ما هو فاهم الحكاية. تعش قال في الأخر؟ لا قال راهو ما ثمش حل. نعم إيه ملا قل لي تركيا باش كريز وفلوسها باش تطيح. يا ولدي شو مدخل تركيا في الحكاية؟ تركيا بعيدة جاملة على هالهدرة هذي. لا ماني وصيت على فليجة سوري حرير من تركيا عاد خفت لسوبه بيطلع. تو هكا يا منوبي هكا تخمم في فليجة سوري هكا في وقتنا هذا؟ العباد قاعدة تتهز وتتفض والبورصة بتاع نيويورك باش تشعل وبرميل الغاز باش يلهب والدنيا باش تتفلق وانت قاعدة تخمم في فليجة بتاع سواري. اي لا 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 الكل مربوط ببعضه. مال انت علاش تبع في الاخبار؟ اي تبع في الاخبار تبع في الاخبار خاطرني ما مغروب حب نبدا في بالي هكا نبدا في بالي بالصحيح وبالغلط. في بالك بالغلط كيفاش هذي؟ يومك تفهم يا منوبي في وقتنا هذا ما ثماش فرق ما بين الاخبار الصحيح والاخبار الغلط زي بعضه. المهم انه فما خبر. ماكش فاهم؟ عاوز يتفسر لك. اي سيدي انت مثلا مغني صعد في الخطى الاولى نتاعك متفاهمين؟ ما زلت ما بديتش تتشهر. باهي كيفاش باش تعمل سيدي خويا باش الجرايد تولي تكتب عليك وتنشر التصاور نتاعك والعباد تولي تعقلك؟ نعمل اعلانات. تنجم تعمل اعلانات اما المساله تتكلف برشا فلوس. ايه
ايش تولي تعمل وقتها؟ تختار مغني مشهور فالق الدنيا وتحطه في الحنديرة، وتجيب صحافي يعمل لك انترفيو، وتشدك المغني تبدأ تسب فيه وتقشتم في ما يعرفش يغني، في ما عندوش ثقافة موسيقية. في الاخر تعرفش تقول؟ تقول راهو سرق لي غنايتي، لحنها لي محمد عبد الوهاب قبل ما يموت. نعم. لا 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 يا زيز، وقتها نتسمى نكذب. مو هذيك المشكلة. كما يقول المثل، إذا الكذب ينجي الصدق يولي مش لازم. معز علي علي شوي. لا معز قواجي مش معلاتي بتاعت نابز. أوه هيت علي وحدي. غطولي ثلاثة يا غشاح المسلم. أوه ما خليتيش نسمع شقاء. لسه بقول لهم قال بهيجة ارجعي شوفي شغلك. أوه به صحيت وغرز المطوة في بطني. ايه تأكد يا أخي اللي شكوه ذاك أخلى السريع. أوف هذيك مرسي وحالي بدون ما يستشير. ايوه وهذيك شكون؟ طيب شنو هتو؟ هذيك نازق هنا في الحلقة الأخرى قالت له باش تحكي كل شيء للحق. ايوه ليش قالت له باش تحكي كل شيء للحق؟ ما هو هو ماشي في باله اللي المرسي ولد عباس. يا اخي شو طلع؟ يا اخي طلع ابو العباس ولد العساس نتاع المرسيدس اللي شريها الحق. بلا جربيك. وهو حب يكذب على الحق راهو. هو يكذب على الحق ربي يحرقه بالنار. تيبي ليه؟ ربي لما واللي ثم انا نبخر بريحته وكمرسي على خاطر يموت على الفلوس والافاريات وديما يستنبط في الافكار باش يتخوبث. هذا يا جوي ماهيجي علي علي شوية عش يبقى لي فيها الربع في المسألة. لا 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 نال بغديغ شبيه تتعرفش جات في عينك؟ اوه صدق بجعتني. يا اخي ما باريتيش بالروتروفيزر نتاعك وانا جاي باهي اشكي اش تحب؟ لا حتى شيء، انا قلقت قلت نجي نقعد بحذاك ونونسك. نخلي الكافيتيريا وجايب بحذايا الكيس. ها فديت مكري ريحة البن وكانك على التلفزة. الكوموند عند معز وعمره ما حط لي الكوميك. شو 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 عمره ما حط لي كوميك. كوميك فشقة؟ شنو فشقة ميخ؟ شبيه بيهم زي الكوميك انت زادة يا اخويا انا نحبهم. استنى 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 الساعة. انا اولا اختي مش قوية، وثانيا شبيك تنربس ودخلت بعض. شنو اللي يلامك على الكوميك بتاعك؟ ما وصلت سي معز، كل ما نقول له حط الكوميك يولي يتكومك عليا وهو يدور لي، يقول لي انت شرفت على الحكايات بتاعهم. انت من ناحيه شرفت على الكوميك؟ شرفت. انت تعرفهم الكوميك؟ تعرف شبيع؟ لا شبيع معروف، لكن اللي يترا وما يتراش. اصبر نحكي لك على فازه من فازاته. مره شبيع الشيء يكلم في واحد. استنى يا اخي الواحد كي راه تفجع على صحني. يا اخي سبع كي الاخر عايط سبع تفجع برشا. سبحت على السكي معناتها تطار ويا سبحت تار تار كي مخيخك. قل لي عاد انت تبارك الله عليك هكا دور تلعب في الصحيح. امك في بالها اللي تتفرج في الكوميك؟ امك يجي تشوف راهو امي عندها الحق. ما مره تفرجت في الكوميك اللي خوف. ايه هاكا التصاور بتاعه فوق الحكوك نتاع الياغورت. راساتي الليله كامله ما رقدتش. حتى كان تاخذني عيني يجيني الكوكوشمار. استاذ بيعوا تصاور بوكيمون؟ معني ما نعرفش. اما هاو تونتون هو مغروم اكثر من يساله.
شفتك تضحكوا عليا ملاوع عندي تعرف بوكيمون ما نقولك شو وين يبيعوا فيه باهي. شو سي معز عملنا تلفزه باش نسيبوا خدمتنا ونقعدوا نتفرجوا تو هكا عارفي تو دمتي دخلت تلقاني نتفرج في التلفزه انا ننظف الكونتوار تنظف الكونتوار هذاك شحفظت على القهوجيه نهار طول هما ينظفوا في الكونتوار حطي الاخبار سيدي يعرفي راهو ياسر اخبار بربي زلازل وازمات وحروب ودمومات تمشي نقعد نتفرج في الاخبار نتاعك انا مش نتازم راه وينك مش نقعد نتفرج في الكليب نتاعك هذا باش نتازم زاده شوف حتى هو شيء ازم ما يازم علاش ما حليت الناس سوبرات في لبنان؟ أيو فيتشي تاون قلت الحياة قالت لنا التليكوماند وحول الأزمة بين باكستان وأفغانستان أعلنت إسلام أباد أن سفيرها علاش فهموا برشا بلدان يوفيوا بستان في الأخر يا سطل استان معناتها بلاد كما قولوا أفغانستان أفغانستان معناتها بلاد الأفغان معناها باكستان بلاد الباك لا ذيك تستيكستان بلادك أنت وعاصمتها معز اباد وتعش معناتها اباد معناتها المدينه ونبقى في نفس الجهه عارفي حيث تبارك الله عليك في الجغرافيا يا عارف تعرف كان جات فما بلاد اسمها سوبر ستان راهو حاطيك انت الملك عليها ولا ماني فدلك يا عارفي وبعد يعينوك ملك على كازاكستان 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 لا لا نقصد الكاس عارفي اما انت تعرف تضرب على الوتر الحساس ها يا وحيد مالها على الضمار نتاعك هو باش نزيدك أقية جغرافيا تعرفش يا سيدي عاصمة الشيشان شنية وشكون رئيسها عاصمتها جباد ورئيسها زيراك عاصمتها جروزمي وما عندهاش رئيس قرصني يعرفي كان سمعت بها من قبل هيا وفيتش بالضمار متاعك ما قلتها مرة يزي باه هاو بش نزيد نجربك أمام القضاء الدولي عاصمة غينيا غيني لق لق عارفي باهي اسمع اما كي طلعت انت خشين ياسر في الجغرافيا هاو باش نزيد نبعد بيك شويه عاصمه البيرو ورئيسها الخاص بتفتيش المفاجئ لمجرمها النوويه المفترض يحكم فيه الشاوش عارفي وعاصمتها ما عندها وين توصل ياك وعاصمة البرتغال دروبانيا يعرف يعرف هيا هيا مادامني انا توا سخون بالجغرافيا هات تعطيني كعيبه ولا اثنين هات نجاوب وين تحبهم الكعيبه ولا اثنين على خشمك وطاسه مخك هيا يزي توا خليني نتفرج بشويه اخبار قلت الحياة يسمح للوكاله بمراقبه يا والله حال قالك باش يعملوا مهرجان الاغنيه في لبنان وباش يشارك فيه سميحه سميح وصليح صلاح ونبيح نبيح وكل المغني الجديد اللي طالع باش يغني هذاك ايش اسمه هو يا ربي ايش اسمه حميد حميده انا هو اكل اللي غنى في كارتاج بالتونسية ليه غنى بصنديل وانا نقولش بصوته فيه معويقه غنى بميكروك العباد الكل ولا تحنا بربي الساعة صوته يقتل أما في البلاي باك برك معناها في المباشرة تقول يغني بالمقلوب قالك مرة عمل موال يللا تقول فار وعفست عليه بوت راهو يزوي 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 لين اللحمة كيتقشعر شوف شوف أكد أنا نجار باش تغني هذيك سي للأختي ما عادش ديانا نجار بدلت اسمها فني وليت ديانا كوجينا وعملت البوم اسمه مقصنفة فيش قام ما ديما تغني في الريستورانات يقالك نهار استدعت صحافي باش يتعشى معها ويعمل لها انترفيو ايما والركح قريب للكوجينا بدي هذا السيرفور هذايا بالعجه الاخر بالحوت الاخر بالحمل المشوي ريحتها وليت تغدد بريحه الماكله يا اخي اي يا اخي الصحافي اتقطعت عليه الشهيه وما تعشيش المغبون خسارة ساعة صوتها حلو وعندها غنية مش قلبي سمعت غنيتها الأخرى شمنكا يا قلبي شمنكا لي 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 يزي يزي إيش يقول ما تلحق يقول قول
قال لي سلق شوية زيد مغرفة طماطم حط الحمص منفف زيد نفاتين وهذي هاي وليت مرقة خضرة يا الله كما تلاحظوا كتلة من السحب موجودة على معناها الواحد يخرج بصحابه نزول أمطار على مناطق الشمال محليا على قلت لك الشتاء بالصب يا ولدي اش بك تخاف على الأمطار يا ولدي أنا مانيش ضد الشتاء ضد الطبع يا ولدي قلت لك سحب عابرة ما على حكاية فارغة السحب العابرة هذيكم هما اللي يخوف يبداو مرهونين في رياحية صغيرة ويعوموه خويا العزيز كي أنت ماكش مقتنع بالأحوال الجوية علاش تتفرج فيها نتفرج فيها باش نعمل العكس نتاعها خويا ما تسمعش كلام قاعدين نستنى في الماتش باش عديوه ديريكت الليله ماتش بين شكون وشكون بين ماشي في بالي كنت تفرجوا في الاخبار انا ايش من اخبار يعرفي واش من افلام ومسلسلات قدام الكوره وقت اللي تجي الكوره الناس كل مخخه في التلفزه هيا سيدي هيا هيا زيونا من الحسم من فضلكم قاعدين تقلقوا في الكليونات راهو قاعدين يقضيو هيا من فضلكم تشو ما عندي استاد هوني انا لعبوا هذا ليه زوير هذيك ضيع يا سيدي وانت يا سي الحاج كلوف بربك كانت تنقص من دوا شويه تو الحس ينقص انا حاج كلوف شنو عاودها ترى حاج كلوف انا نتكلم فيك انت يا سيدي انت اللي عطي بالظهر تكلم فيك بسم الله العظيم ترجع الكره من جمال الحومه المره هذه عسلامة تو هكا علاش مغروس غادي في الطاوله تتفرج معذب ها تيجي حط كرسي هوني يقعد هوني ها ولا تحب ندور لك التلفزه تعطي للراجل كسمان تعطي للراجل كسمان تحب كسمان خويا تحب جزوزة يبعد على كريم السعيد مالاش تحب المجهود البدني اللي قام به كريم العجمي لا يبارك الحكم محسن بالعيد يصفر مخالفة يا بابا عليك يا شكلان وانت يا بزويش زيد في الصوت شوية هاي تاخو خويا تاخو هاي تم الزعلاني ما يخش الكورة ترجع قدام طارق سالم طارق سالم الهجوم يصبح لصالح خالد دمولي شي ضحك فيك صدق كنت تطوم مع عامل في الجيريا ميل للنطس برا تاع الكوميك ده زمر نتبع فيهم اللي انا صغير تعرف لي انا نعرف الجيريا يزي عاد نعرف وين يسكن بجدك يا سيدي بن سيدي بني دار مقام في الغاز تاع كوجينتنا يا نهار لي تشد تطار تطار كان تشديت وقول لي نجي نتصور معاه كانوا مزروب عنده ما يعمل جيب لي حتى اوتوغراف يزي صح عليك يا صدق والله ما مدبرها كاين انت مازال هكا الكوميك يضحك يا بدي اش خير من الضحك راهو الدنيا فيها موت مالش العسيب اما خير بربي الواحد عامل روحه ستريس وضربوا العصب حتى يطلع له السكر بالحق حتى هو مرض العصر هالستريس انا كي نبدا في الكار ويبدا واحد هكا مستريس يروح ولا سقني نهبط مريضه لا ذكر الكار عمرك شي تراه ريت زوز قاعدين مقابلين بعضهم في الكار ويضحكوا كاين بعضهم جميل راهو كان كشمير يقول يبدا يهز راسه لفوق مشمفر واللي يبدا داير بالنار تقول يسالوا بعضهم تطر فلوس والكراه شو بيهم؟ العباد تبدا تسوق على اعصابها ويا ويح واللي يبطى في ضو ولا يسوق بالشويه ياكلوا التزمير في بلادنا حقهم يبيعوا الكراهب الا ما ينحيوا لهم الزمامر وزوز فيداسات قبل الديوانه. وكاكاي ينقصونا العروسات عاد. لا لا مشكله وقتها. لا وخي انا نحب نعرس بالزازه ونحب كورتيج من دارنا حتى للصاله وانا في كاليس عبيض. صح عليك بلا باش تاخذ وشي فور تاع كاليس يبدا. انا ما ناخذه كم كرهبته.
ياخي الدنيا كراه بيا تدي عندي واحد صاحبي عنده طرف فلوس مشى حط من الكل في كرابه مزخمه ايه وتعرف على الطفله هكا حليلتها هي تصيبه تتنخى وهو زي طلع يلكن في دربوه ايه عاد كي قالت له نهرس قال لها بريتي كاكير سوسكلو في البال بتاع الكرابه ببعض الكريك وروتس كوكور تشو يا ضيع كان جات في بيتي طلع ابراهيم الكاتب عكاز يا ولدي كان فخالي راهي دخلت واحد مالا ابو زيد يا شو هذا؟ شو اللي مرتين؟ شنو اللي؟ يا سيد انت شنو اللي؟ كافيتيريا بتاع سفرات هذيا ماهيش ستاد هذا ما مرتيش بونت ايش يمني فيه انا؟ هاتك الطماط خلصها كرهة تلزة حط يدك على الفمون تمشي لي تتاكل في وذنيك تاكل في وذنيك يا حاج توا ما يدور بيا حتى حد سامحنا البر ما كانش نسخن وما عادش نتحكم في اعصابي سمعت سامحني أنا بجاه ربي لا تتغشش زرفت من فمي كاكا مكا ميرفو ميرفو برا يصالح فريق الأولى في الماجي تتنفذ من كريم العجمي بايا حتى من الاربيت الموجنة يا أخديرة سادة ولا حاي يا سادة سادة صوتي بح أسمع أو نبعني من الغدو باش تخلع الدرب زي ما بقعتها من غادي وطلع حالي ندعها فهمت ولا حلو ايش احنا جرت ماتش انا في الدمزة ها باش يقرقعوني الحانوت سجبريت عرب انا سجبريت وانا حانوت وانا سوق الجمعة السيد اللي ترتورة ومول الكافيتيريا ذاك يا حتى انت حلك الباب وما تجيك هيك يوفى الماتش هلي يا اخوي هكا توا وليد هكا انت توا هكا تعرف الوليد يدور لي هو العتبة من ازاي يتفرج معانا ما مركينا حتى بونتو يا حمد 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 يا صدق يا اخويا شو بسيب اخوني جاي تعمل شنو اللي عارف شنو جاي تعمل يعرف يخرجوني ورقة حمرة يا حمد ربي يا حمد شو هذا ايه فكر كالكشوز عندي الحد عارفين شو هو شو هو عطلهم كومي طب كلهم يولي ويضعقوا ويفهم ليش هو الدبار كومي ايه تطو جو جو بعينك ايه ابعد ابعد تبعك عليه خلي جرب قتلك ابعد غني من نبتب على روحي ابعد ابعد خليز عنا تختف تختف يا عرض مشينا كافاسة كده ليك مرقين انا ما جيتش نعطلهم الكوميك وبوطه البركه صوت الفريق بتاعي يا اخي يا اخي قام وعدك اه هذاك كلين جدد التلفزه خسر موتر البارد تخاف القاع يا اخي يا اخي كلهم جايين باش يكملوا لك الحكايه شنو؟ يا اخي قعدوا كذا